السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الناس تعبت، الناس ما عاد عرفت كيف بدها تتصرف في 4 أمور شاغلة مواضيع السوريين والأجانب على الأراضي التركية. الناس ما عاد عرفت كيف بدها تبدأ ومن وين تبلش. الناس تعكر مزاجها ونفسيتها تعبت ومو عرفانة أي طريق بدها تسلك. إخواني الكرام، بهذا الفيديو رح أوضح لكل السوريين والعرب المقيمين على الأراضي التركية شو القوانين اللي صارت، شو التغييرات اللي حدثت، وكيف الأمور رح تمشي وكيف الأمور رح تصير. عنا 4 حالات الأشخاص اللي عندهم كملك والكملك من نفس الولاية، رسائل تثبيت عنوان النفوس اللي اجت، 16 ولاية اللي تم إغلاق النقل عليهم، وموضوع نقل الكملك وغيره من الأمور. إخواني، إذا مو فاضين تحضروا الفيديو حاليا ضعوا إعجاب للفيديو، ورجاء خاص شاركوا هذا الفيديو لعن جميع أصحابكم على الواتساب. وأي كلام بتسمعوه عكس هذا الكلام اللي بدي أحكيه أو مضارب لهذا الكلام فهو غير صحيح. اسمعوا هذا الكلام وفيكم تمشوا على الكلام اللي بدي أحكي لكم إياه. أنا تواصلت مع إدارات الهجرة، تواصلت مع وزارة العمل من شان إرشدكم على الطريق الصحيح ضمن هذا الفيديو. وإذا لسه ما اشتركتوا بالقناة لا تنسوا الاشتراك مشان توصلكم المعلومات الصحيحة والقيمة. الموضوع الأول، إذا شخص عنده كملك اسطنبول وهو مقيم باسطنبول، هل فعليا رح يتم أخذ هاي العائلة وترحيلها على ولاية أخرى؟ كتير ناس هكلاني هم، عندهم محلات، عندهم أشغال، عندهم أعمال. إخواني الكرام، كل شخص مثلا كملكه اسطنبول ومقيم باسطنبول بيبقى بالولاية نفسها إخواني، ما بيروح على غير ولاية. ولكن إذا صار ضغط بالمكان اللي هو قاعد فيه، ضغط سكاني وتجاوز عدد الأجانب نسبة كبيرة، بيقوموا بتوزيع هدول الأشخاص ضمن الولاية. يعني مثلا إذا أنت موجود بأسنيورت ممكن يوزعوك على أفجلر اللي هي مقابل أسنيورت. هذا الشيء يسوء على جميع الولايات التركية. يعني كملكك أنقرة مقيم بأنقرة كذلك الأمر، كملكك سقارية مقيم بسقارية كذلك الأمر. ترحيل إلى خارج الولايات لا يوجد إلا الأشخاص اللي الكملك تبعهم غير ولاية. يعني أنت مقيم باسطنبول والكملك تبعك أنقرة، أو أنت مقيم باسطنبول والكملك تبعك أنطاليا، فأنت رح يتم أخذك ووضعك بولايتك الأساسية، بالإضافة أنك ممكن تتعرض إلى وضع أكواد على الكملك إذا ما كان في عندك إذن سفر أو سبب مقنع للبقاء بهي الولاية. موضوع توزيع السوريين هذا هو إخواني بكل بساطة، يعني هو مو موضوع تشريد، بعدين هو موضوع طوعي، مو بالغصب. يعني ما رح يمسكوا حدا تعال يلا، لا، الموضوع طوعي بيقدروا كمان. اذا شخص مثلا عنده عائلات ممكن يفضلوا عنه مثلا شخص عزابي، اذا شخص مثلا مقيم بهذا المكان ما بيقدر ينقل مشان محله مثلا، هن لحالهم بيقدروا هذا الشيء. اخواني اليوم التوتر والقلق اللي عم يعيشه السوريين والاجانب من وراء الشائعات كتير كبير. هذا هو موضوع توزيع الاجانب. طيب خلينا ننتقل على الموضوع اللي بعده، 16 ولاية اغلق النقل عليهم. هذا الخبر اللي سمعناه امبارح واول امبارح، شو ترتيب هذا الموضوع؟ هل ما بقى فينا نعمل اذن عمل؟ هل اذا عندنا وضع مرضي ما بقى فينا ننقل؟ هل اذا نحن طلاب ما عاد فينا ندرس بالجامعات؟ وهل وهل وهل. اخواني الكرام، كل شخص لديه سبب للبقاء في اي ولايه تركيه، سواء لم شمل عبر دفتر عائله تركي، سواء نقل من شان اذن العمل، سواء طالب عم يدرس بالجامعة، سواء تحويلة مرضية. هدول الأشخاص على حسب وضعهم بحق لهم يروحوا على الولايات هدول ال 16 أو غير ولايات. هدول مستثنين من موضوع النقل. يعني أنت إذا بوضع طبيعي ما عندك شيء ما فيك تنقل على هدول الولايات. أما إذا عندك أحد الاستثناءات، مثلا عندك إذن عمل، تدرس بجامعة، عندك حالة مرضية وغيره من الأمور، أنت قادر أنك تنتقل ولو على هدول ال 16 ولاية. طيب كيف رح يتم النقل؟ رح أوضح لكم فكرة كتير مهمة، ولكن قبل ما أوضح، هل فعليا وقف تثبيت عنوان النفوس بهي الولايات؟ لا يا اخوان، ما في شيء اسمه وقف تثبيت عنوان النفوس. وقف تثبيت عنوان النفوس ببعض الاماكن ضمن الولايات المزدحمه، مثلا الفاتح واسنيورت مو من هلا، من فتره كبيره ما عم يثبتوا فيها نفوس، ضافوا شويه مناطق على هي المناطق. هذا هو الموضوع. ولكن في مناطق لحد اليوم ضمن هدول ال 16 ولايه وبكل الولايات التركيه بامكانكم تثبتوا عنوان النفوس فيها. موضوع تثبيت عنوان النفوس او الغاء تثبيت عنوان النفوس بهدول الولايات، هذا الموضوع عاري عن الصحه وغير صحيح. ايصال الفكره الصحيحه للسوريين والاجانب بهذا الوقت هو واجب على كل شخص عم يقدم محتوى، مشان ما الناس تتوه، مشان ما الناس تتخربط، مشان ما تتحطم امال الناس. كيفيه النقل على هدول ال 16 ولايه، اذا انت عندك اذن عمل او اذا انت طالب او اذا عندك تحويله مرضيه او اذا عندك لم شمل دفتر عائله تركي حابب تلم شمل عائلتك، بتاخذ اذن سفر عبر الإيدولات وبتراجع إدارة الهجرة وبتقدم الأوراق الثبوتية اللي عندك، وعلى هالأساس فيك تنقل الكملك تبعك بعد موافقة إدارة الهجرة. ممكن إدارة الهجرة ترفض، ممكن إدارة الهجرة توافق، ولكن بحق لك بالقانون أنك تعمل أنت هاي الخطوات. بقانون الأجانب لو كانوا هدول ال 16 ولاية أو غير 16 ولاية بأي مكان بتركيا، قادر تنقل عليهم إذا توفرت عندك أحد الأسباب. فالأشخاص اللي عم تشتغلوا عندها إذن عمل وتحطمت طموحاتها وقالوا لك أنه ما بقى فينا، إخواني الكرام تابعوا أموركم بشكل طبيعي. كل شخص عنده إذن عمل يتابع أموره وينقل الكملك تبعه ويثبت عنوان النفوس تبعه بالأماكن المتاح فيها تثبيت عنوان النفوس. هيك ماشي الأمور إخواني، لا تتخربطوا.
الموضوع اللي بعده رسالة تثبيت عنوان النفوس وصلت لكل السوريين. طيب أنا مثبت نفوسي بإدارة الهجرة صح وبدائرة النفوس صح وفت اتحققت عبر الإيدولات، رح خليلكم فيديو للتحقق عبر الإيدولات، فوتوا شوفوا كيف الطريقة، ولقيت العنوانين متطابقين. إن شاء الله يجيك 5000 رسالة. أنت إذا عناوينك متطابقة وإذا أمورك سليمة ما في داعي تعمل أي شيء نهائيا، لأنه أنت إذا بدك تروح تحدث بياناتك أو إذا بدك تروح على النفوس فما رح تضيف شيء جديد، هو هو عنوانك موجود وهو هو وضعك مو مختلف. فإجتك الرسالة اعتبرها رسالة روتينية لأنه هاي الرسالة وصلت لملايين الأشخاص. بس الكل يتحقق من قيد النفوس. إخواني الكرام، بهذا الوقت مسح قيد النفوس أو إذا قيد النفوس تبعكم غلط هو أكبر سبب لإبطال الكملك والإقامة بهذا الوقت اللي نحن هلا فيه. فكل شخص يتحقق من قيد النفوس تبعه رح خليلكم هذا الرابط، عملوا مطابقة إذا أموركم سليمة، أموركم 100%، محدثين بياناتكم، أرقام هواتفكم صحيحة بإدارة الهجرة، فأنتوا أموركم سليمة. كل شيء بتسمعوه غير هذا الكلام بده يخربطكم ويعكر مزاجكم. هذا هو الواقع وهذا هو القانون الصحيح للأجانب والسوريين على الأراضي التركية. كل شخص بده ينقل على غير ولاية لا ينسى ياخذ إذن سفر عبر الإيدولات. إخواني ياخذ إذن سفر يروح يقدم إذن العمل، يروح يقدم مثلا الأوراق الثبوتية اللي هي بتحلو إنه ينتقل على أي ولاية. طيب الموضوع اللي بعده، هل صار التثبيت بشعبة الأجانب ولا بإدارة النفوس؟ الناس تخربطت، بتروحوا على دائرة النفوس إذا ما رضوا يثبتوا أو بعتوكم على إدارة الهجرة بتروحوا بتثبتوا بإدارة الهجرة. هذا هو الموضوع بكل بساطة لتثبيت عنوان النفوس. أصحاب الكملك اللي غير ولاية ومقيمين بغير ولايات وما عندهم سبب للبقاء ولا رح يكون عندهم مستقبلا سبب، هدول الأشخاص يرجعوا على ولايتهم فورا، لأنه إذا تم ضبطهم بغير ولاية رح يتخالفوا وممكن يتم إلغاء الكملك تبعهم إذا ما معهم أذونات سفر أو ما معهم أذونات عمل أو ما لهم طلاب أو ما عندهم سبب للإقامة بهي الولاية. تمام إخواني، لا تخافوا لا تتوتروا، الأمور طبيعية. الحكومة التركية بتنظم الأمور لصالح السوريين والأجانب ولصالح تركيا بشكل عام، يعني هاي الإجراءات كل اللي عم تصير رح تصب بمصلحة الجميع. هذا الفيديو يا أخواني أمانة برقبتكم، تشاركوه عند كل أصدقائكم على الواتساب. الناس تايهة، الناس نفسيتها تعبانة، الناس ما عارفانة كيف تتصرف. هلأ بتوقع وصلتكم الفكرة كيف بدكم تمشوا وكيف بدكم تتصرفوا. وبالنهاية بتمنى لكم كل الخير والحب والاحترام. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.